فحسيتك. قلت يا رب إذا مشتاق إنك تشوفني أنا مشتاق إني أشوفك. لطيف. أنا دعيت لبنتي ودعيت لأمي ودعيت لإخواتي ودعيت لكل حدا بيحبني إنه الله يصبر قلبه، لأنه صعب صعب عليهم. أنا إذا بسمع إنه صفاء سلطان وأنا بعرفها إنه هي فارقة الحياة، الحمد لله يا رب، الله كتب لي عمر جديد. بدي انقهر كثير. ليش وقف القلب؟ ليش وقف شو صار؟ صار عندي ما بعرف، اللي فهمته انه هي صدمة ألمية من شدة الألم يعني. بس الحمد لله أنا بدي أقول لهم شكرا لكل حدا وقف معي بهي المحنة، لكل شخص كان واقف على باب العناية المركزة، لكل دكتور كان معي. ما بدي أذكر أسماء كثير مشان ما أنسى حدا. لأهلي اللي الأهلي اللي كانوا كتير قوايا، اللي قالوا لي بنعرف إنك رح ترجعي، صفاء ما بتموت. حبيبتي سلامة قلبك وعيونك، حبيبتي أنت، حبيبي أنت، حبيبي.